رجعنا نتواصل معكم مشاهدينا، والحين راح نتكلم على مشروع الدبدبه للطاقه الشمسيه اللي يقع شمال غرب الكويت بمساحه 32 كيلومتر مربع. راح يوفر هذا المشروع 6 مليون برميل من النفط على الكويت الحبيبه. يسعدنا رحب بالمهندس احمد العازمي، مهندس مختص بالطاقه المتجدده وعضو الفريق الفني بوزاره الكهرباء لمشروع الدبدبه. حياك الله. الله يحييك استاذ عبد الله، احييك واحيي استاذ حصه وطاقم البرنامج، شاكر لكم على هذه الاستضافه والمشاهدين. طبعا نورتنا، ويمكن نبي تعرف على مشروع الدبدبة ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة، شنو هو المشروع؟ هو في بداية الموضوع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة متكون من 4 مراحل. المرحلة الأولى الغرض منها للدراسات والأبحاث، ومبنى عن تحت إشراف معهد الكويت للأبحاث العلمية. المرحلة الثانية هو مشروع الدبدبة، وهذا تحت إشراف الكي ام بي سي، شركة البترول الوطنية الكويتية. وفي طبعا المرحلة الثالثة راح تكون تحت إشراف الوزارة وهيئة الشراكة للمستثمر الأجنبي، والمرحلة الرابعة كذلك. نعم، احنا قلنا في المقدمة انه راح يوفر هذا المشروع 6.2 يمكن مليون نفط على الكويت. ايش كذا هذه النسبة شهريا، يوميا، سنويا؟ اي نعم، المشروع نفسه هو راح ينتج في البداية 1500 ميجا وات. نوع التقنية المستخدمة فيه اللي هي الفوتوفولتيك او الشرايح الكهروضوئية اللي احنا نشوفها دائما يمكن بعض الممشى فوق العمود الابيض. ايوه العمود الابيض تشوفها، هذه شرايح البي في او الشرايح الكهروضوئية. هو 1500 ميجا وات، راح يوفر 6.2 مليون برميل نفط سنويا، وهذا يعني عدد كبير من البراميل وتوفير كبير للدولة. إذا الطاقة المتجددة تقوم على الشمس، الرياح، شنو نوع الطاقة اللي تحددها؟ شنو مفهومها بالضبط يعني الطاقة المتجددة؟ الطاقة المتجددة طبعا هي بحر من التقنيات، هي تعتمد على الطبيعة، سواء كانت الشمس، الرياح، البحار، الحرارة. في منها طبعا وهذا أكثر الانتشار والشائع في العالم، اللي هي الطاقة الكهروضوئية، اللي هي تأخذ ضوء الشمس وليس حرارة الشمس، تأخذ ضوء الشمس ويصير داخل الخلية هذه الانشطار بحيث أنها تولد الكهرباء، وهذه اللي هي المعروفة واللي نشوفها دائما في بعض الممشى او في المخيمات وغيره. النوع الثاني الاكثر انتشار اللي هي طاقه الرياح، اللي هي المراوح، مثل ما احنا نشوفها موجوده حاليا عندنا في شقايا المرحله الاولى، تم تدشينها في 2016 اكتوبر 2016. هذه طاقه الرياح، وايضا طبعا اللي سافر اوروبا اكيد شاف رود تريب، شاف طاقات الرياح هذه. ايضا الاكثر شهره من هذه الطاقات اللي هي الطاقه اللي احنا نلقبها كمهندسين السي اس بي كونسنتريتد سولار باور، اللي هي الطاقه الشمسيه المركزه. تعتمد هذه الطاقه على تركيز اشعه الشمس وتجميعها على اللي هو السائل اللي يمتصها الحراره ويخزنها لمده تقريبا 10 ساعات الى 14 ساعه، بحيث بهالحراره تالي الليل اقدر اسخن الماء، احول الطاقه الحراريه هذه الى طاقه كهربائيه، اسخن فيها الماء واخذ من البخار، احرك فيها توربينه بخاريه واطلع منها كهرباء. هذه الاكثر الثلاث انواع التقنيات الاكثر انتشار في العالم. في طبعا بعض التقنيات الاخرى اللي هي يعني ما زال عليها الدراسات والابحاث وقاعدين يطورونها على اساس يكون جدواها اكثر ولها جدوى اقتصادي، اللي هي نفس طاقه الامواج وطاقه المحيطات اللي يستخدمون حركه المحيطات والامواج. هذه مو متوفره يعني عندنا بالكويت؟ هذه مو متوفره وصعبه حيل انها تتوفر. ليش؟ لان في نفس المحيط الهادي والاطلسي في كاليفورنيا مثلا، في فلوريدا، في اتلانتا، رغم قوه الامواج للمحيطات هذه الا ان تكلفتها باهظه يعني حيل حيل عاليه. فهذا للحين ما يساعد انه يعني ان اي دوله انها تخوض في هذا الطاقه المجدده. احنا شوي بنرجع صوب الكويت الاكثر يعني. ثلاثه نعم. مهندس احمد يعني قبل شوي تفضلت ان احنا يتم حق الطاقه النفطيه بالكويت عشان استخدامها في الاشياء الخاصه بالمجتمع مثل الكهرباء او مثلا استهلاكنا اليومي لتحليه المياه وغيرها من هذه الامور. نعم. هذا المشروع راح يوفر على الكويت يمكن هذه الكميه والمخزون النفطي
علشان يتم استغلاله في حرق هذه الاشياء اللي يعني قلنا عنها. هل فعلا راح يتم يعني خلاص بالصيف ما راح يكون في ازمه للكهرباء، ما في ازمه ايضا لتحليه المياه وغيرها؟ هو شوف من ناحيه الصيف يعني في كل او اغلب الدول اللي عندها المناخ الصحراوي دائما عندهم فترة الصيف فترة كريتيكال تكون حرجة شوية. ليش؟ لأن المعدات الضخمة هذه اللي قاعد تولد الكهرباء مع ارتفاع درجة الحرارة تكون شوي يعني معرضة للخطر، يكون يعني عليها مخاطر أكثر. وإحنا دائما يعني في وزارة الكهرباء نكون يعني كل الحرص في فترة الصيف إن يعني نوفر البيئة أو البيئة المناسبة أو البيئة التشغيلية المناسبة لهذه المعدات بحيث أن نتجنب أي مخاطر. والحمد لله يعني في الفترات السابقة قدرنا يعني نجتاز هذه المخاطر والحمد لله. لكن اللي هي المشروع الطاقة المتجددة نفسها اللي هو المشروع الدبدبة أو الطاقة الكهروضوئية، هذا راح يكون عامل في الصيف يساعد على تقليل اللي هو الحد الأعلى من الاستهلاك. يعني احنا دائما فترة الصيف هو أعلى حد في الاستهلاك عندنا، صح؟ دائما يكون مفول على الآخر. اي فيعني الحمد لله تداركناه، في صار عندنا يعني فائض في الكهرباء في الصيف اللي فات. ولكن ايضا هذه المشروع الطاقة الكهروضوئية راح يكون في فترة الظهر في الصيف راح يكون معطي طاقة يعني كافية او باك اب كافي بحيث انه يعني يقلل هالمخاطر هذه. طب انت ذكرت ان هي اربع مراحل، متى راح تبلش وشنو هم الاربع مراحل؟ نعم، مجمع الشقايه طبعا هو طبعا تعود البادره هذه الى رؤيه صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح احمد الجابر الصباح ان يكون اجمالي الطلب على من الكهرباء في عام 2030 من الطاقه المتجدده. فجت هذه البادره من معهد الابحاث اللي هي مجمع بادره الشقايه او مجمع الشقايه، متكونه من اربع مراحل. المرحلة الأولى الغرض منها اللي هي الدراسات والأبحاث، وهي حجم هذه المرحلة 70 ميجا وات، 50 ميجا وات كونسنتريتد سولار باور اللي هي الطاقة الشمسية المركزة، و10 ميجا وات طاقة الرياح، و10 ميجا وات الطاقة الكهروضوئية اللي هي السولار بانلز. هذه هي المرحلة الأولى وتم بناءها من قبل معهد الكويت للابحاث العلميه طبعا بالتعاون مع وزاره الكهرباء والماء. تم افتتاح المرحله الاولى ولا بعد؟ هو راح احنا دشنا المرحله الاولى والافتتاح الرسمي ان شاء الله، وهذه يمكن فرصه حق المشاهدين انها راح تكون في ان شاء الله في فبراير 2018 السنه الجايه، يعني شهر فبراير 2019 2019 السنه الجديده. يعني هذه يعني خبر حلو حق اهل الكويت ان شاء الله راح يتم افتتاح المرحله الاولى المشروع بشكل رسمي بحضور اكيد يعني تشريف القياده السياسيه وسيدي حضره صاحب سمو امير البلاد. يعني حسب رؤيته حفظ الله ورعاه في هذا الموضوع ان شاء الله في فبراير 2019 ان شاء الله والمرحله الثانيه شنو راح؟ المرحله الثانيه اللي هي سميناها بمشروع الدبدبه، وراح ان شاء الله يعني راح تكون 1500 ميجا وات كلها بتقنيه البي في او الفوتوفولتيك الطاقه الكهروضوئيه. هذه المرحله يعني راح يعني مثل ما تفضل الاستاذ عبد الله في البدايه راح تاخذ مساحه 32 كيلومتر مربع، راح توفر 6.2 مليون برميل نفط سنويا، 2.17 مليون طن من غاز ثاني اكسيد الكربون له انبعاثات الضاره للبيئه. مكانها في شيء مميز بهالمكان اللي اخترته في هذا المشروع؟ هو المنطقه هناك يعني بعد ما سووا المبادره او الماستر بلان حق مجمع الشقايه بعد ما درسوا الكويت يعني او شيء من ناحيه حركه الرياح قوه الرياح الاشعاع الشمسي طبعا الموجود، لقوا ان شمال غرب الكويت هي أكثر منطقة مناسبة لهذه التقنيات اللي هي أو منطقة الشقاية بمعنى صح. شافوا أن هذه أفضل مكان، الأفضل، في طبعا أكيد أماكن ثانية زينة لكن هذه الأفضل لهذه التقنيات ونمسون فيها هذا المجمع المتكون من المراحل المتعددة. هذا بالنسبة حق المرحلة الثانية طبعا تحت راح يكون تحت إشراف الكي ام بي سي شركة البترول الوطنية الكويتية
بالتعاون طبعا مع وزارة الكهرباء والماء. المرحلة الثالثة راح تكون هم 1500 ميجا وات على الأقل، لكن في التقنيات المختلفة. طبعا راح تكون بين وزارة الكهرباء والماء وهيئة مشروعات. في أجهزة معينة مهندس أحمد راح تكون موجودة يعني تحطونها؟ يعني هذه المشاريع تحتاج مساحة، يعني ممكن هذا عيب البسيط فيها، تحتاج مساحة وأخذ مكان أو مكان عالي، ما أدري صحح لي إذا في غلط، إن يحتاج هذا الشيء. هو من ناحية الأجهزة أو التقنيات المستخدمة أكيد راح تحتاج مساحة، هذه يمكن أحد يمكن سلبيات الطاقة المتجددة، ولكن مع يعني مثلا في مساحة 32 كيلومتر مربع أنا أقدر أسوي محطة تقليدية تشتغل على الوقود تساوي يمكن 4 أو 5 أضعاف الطاقة المتجددة في هذه المساحة. ولكن مع تطوير هذه التقنيات من الطاقة الكهروضوئية، الطاقة الشمسية المركزة، وأيضا طاقة الرياح، مع تطوير هذه التقنيات وزيادة كفاءتها، هذا راح يقلل شنو عدد الأجهزة أو عدد التقنيات اللي تتركب بمساحة أقل. يعني مثلا اليوم أنا أحتاج 32 كيلومتر مربع حق الطاقة الكهروضوئية، ممكن بعد 5 سنوات لا والله راح أحتاج 28 كيلومتر مربع. فمع تطوير كفاءة هالتقنية تقل أكيد المساحة. أكيد مع الدراسات اكتشفتوا أشياء جميلة جدا، يعني من الأشياء اللي يمكن دردشنا فيها قبل اللقاء قلت لي قوة طاقة الرياح عندنا بالكويت. نعم. يعني كنتوا حاطين لها معدل معين. نعم. وبعدين عرفتوا أن هي أكبر من هذا المعدل اللي أنتوا تخيلتوا بمراحل كثيرة. فوق فرنسا وألمانيا قلت لها. هو يعني طبعا طاقة الرياح كانت في البداية درسوا المنطقة وش كثر ممكن طاقة يعني رياح يعني نقدر نحصل طاقة رياح في هالمنطقة. فكان المتوقع وفق الدراسة اللي قام فيها معهد الكويت للأبحاث العلمية، احنا عندنا مقياس يمكن كمهندسين ينقال له الكاباسيتي فاكتور، اللي هو كمية عدد الساعات المنتجة الطاقة المنتجة من الرياح مقابل عدد الساعات السنوية اللي هي 8760 ساعة سنوية. فهذا كله كنسبة وتناسب يطلع ويانا برسنتج نسبة مئوية، هذا اللي نقول عنه الكاباسيتي فاكتور. فكنا متوقعين ان الكاباسيتي فاكتور مال طاقة الرياح في الشقاية 35%، لكن تفاجئنا بعد ما ركبنا اللي هو اول المرحلة الاولى، مشروع المرحلة الاولى، ركبنا 5 مراوح اللي هو 10 ميجا وات كل مروحة 2 ميجا وات، تفاجئنا ان الكاباسيتي فاكتور وصلت إلى 45 إلى 50%، وهذا معدل تقريبا مقارب إلى الطاقات الرياح اللي نشوفها إحنا في أوروبا سواء في ألمانيا ولا فرنسا وغيرها من الدول. نعم. فهذه كانت يعني جدا مفاجأة حلوة يعني حلوة. إيه نعم، والحمد لله يعني شيء إيجابي. يعني عندنا يعني قوة رياح حصة بالكويت. أنا توقعت يعني طاقة الشمس لا يعلى عليها يعني. الغبار ما يانا يمكن. بالصيف يعني أتوقع. من قوة رياح. هو كل من ناحية طاقة الشمس اللي يعني لا يعلى عليها أو لا، هو كل يعني طبعا كل تقنية لها يعني تغطي عن الثانية من هالناحية. يعني في يمكن الطاقة الكهروضوئية أو الطاقة الشمسية المركزة تلاقي مثلا سعرها شوي أعلى من الطاقة الكهروضوئية، لكن تمتاز بالتقنية اللي هو تخزين الطاقة. وهذه من المواضيع اللي كالمهندسين والعلماء يعني يواجهون فيها يعني صعوبات في تطويرها، ولقوا فعلا لقوا كثير من الحلول بحيث انه يعني يستغلون هذه شلون يقدرون يخزنون الطاقة. اما الكهروضوئيه لقوا لها طبعا البديل، وهو البديل الناجح او المساعد الناجح لتخزين هذه الطاقه اللي هي البطاريات. وهذه ما اللي قامت فيه شركه تسلا مؤخرا في استراليا كمشروع تجريبي ونجح هذا، وبمبلغ طبعا مجدي يعني مفيد. أكيد. يمكن انت ذكرت ان من الثمانينات كانت هذه الدراسه موجوده. هو صح من الثمانينات يعني قاعد يدرسون هذه التقنيات، وما قبل الثمانينات ايضا في 1954 الطاقه الكهروضوئيه يعني بلشوا اخذوا الكونسبت من المفهوم، خذوه من سبحان الله النباتات كيف تولد الغذاء لنفسها عن طريق الضوء. فاخذوا المفهوم هذا وحولوه الى شنو الطاقه الكهروضوئيه. ومن الثمانينات تكثفت يعني لقوا ان في مجال لجدوى هذه التقنيات في المستقبل،
وكثفوا عليها الدراسات والمشاريع التجريبية. يعني لما وصلنا لها المرحلة يعني الغريب يعني حتى في الموضوع أن هذا المجال يعني سريع في التطوير، سريع بشكل كبير جدا. يعني انت دراسات من ناحيه الدراسات اي من ناحيه تطوير الكفاءه هذه التقنيه. والحلو بعد ان وجودكم كمهندسين كويتيين موجودين في هذا المجال تدعمون يعني رؤيه سيدي حضره صاحب سمو امير البلاد حفظ الله ورعاه في رؤيه الكويت ان شاء الله. نشكرك على وجودك، ما قصرت، وانتظار احنا ايضا مشروع الدبدبه ومشروع مجمع الشقايا ان شاء الله يا غنوه قريبا ان شاء الله. ان شاء الله راح يكون 10/2 الافتتاح ان شاء الله. ان شاء الله في فبراير. انا اللي أشكر لكم صراحة على وقتكم القيم، أشكر يعني السادة أيضا المشاهدين وطاقم العمل، مشكورين على شكرا على وجودك ويعطيكم ألف عافية. يعطيك العافية، حياك الله. احنا راح نروح الحين من قبل شوي رحنا مع سعود المزاعلي لسوق الحريم، دلال الحين نروح مع دلال سوق الذهب هالمرة. في سالفتهم مع دلال العجمي، خلينا نشوفها مع بعض.